انا مش خبيره في الموسيقى، عاشقه ومتذوقه انما مش خبيره. لا واضح انه عندك معلومات جيده. لا 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 خالص خالص، انا بس في حاجات كده ممكن تنطبع في مخي ولا تزول ابدا. من كام سنه عزف نصير شم امامي لحن لا يمكن انساه، انا نسيت اسمه بس مش ناسيه صفاته ومش ناسيه تاثيره علي. هي حاجه لها علاقه بالخيل بالحريه. انا طبعا مش عارفه اوصفه لك، بس انا مش عارفه اذا كان اسمه له علاقه رقصه الفرس. رقصه الفرس. اللحن ده انا لا يمكن انسى احساس بيه ولا اندماجي معاه، لانه كان حاجه بديعه جدا. وهذا فرس حقيقي. فرس حقيقي، فرس حقيقي موجود بعمان. ايامها كنت اعمل مسرحيه موسيقى تصويريه بعمان لمسرحيه عن فلسطين للمخرج المنصف السويسي وللمرحوم الدكتور عبد اللطيف عقل، كان نائب رئيس جامعة النجاح في نابلس في الأرض المحتلة. كنا طالعين في منطقة يدربوا فيها الخيل، يعني بالصدفة ماشيين بمنطقة سفح جبل مقصوص كأنه بالسكين، وتحت أرض والفرس يركض بشكل وشعر طاير، يعني حسيت هذا ما في أسعد منه هذا الفرس في ذاك اللحظة. بعد ما تكلمت طول ما احنا بالطريق أنا براسي صورة الضربات الفرس كيف يمشي، يعني بهالشكل ويبدي يسرع ويبدي يسرع. رجعت للبيت ساعة 9 بالليل 9:30، حسيت ما أعرف أسوي أي شيء، لازم أفرغ الصورة هذه. ومسكت العود بالضبط عملتها، ما أضفت عليها شيء بعد، فتحت المسجلة سجلتها فرغت الفكرة وتركتها. رجعت لها بعد أيام لقيتها لا قطعة جديدة ما تشبه قطعي وجديدة، موسيقى صورة فيها حلوة، فدربت عليها وقدمتها من جديد للناس. خلينا نشوف الفرس الحر ورقصة الفرس، نشوفها بنغمات نصير شم. صورة، هي صورة صغيرة. بس أنا حاسة أن أنت بعد لازم تتعب بقى، يعني تاخد استراحة. فيها هي فيها جهد، هي القطعة صعبة. وصار زمان ما عازفها، يعني يراد لها تمرين. طيب، ما تأخذنيش، هو ليه العود بتاع نصير شمة بسيط جدا؟ بسيط يعني إيه؟ مش فخم كده، ما فيهوش صدف، ما
ما فيهوش شغل زخارف. دايما الناس المرتبطة بالعود بتحط حبها في زخرفة العود. لو العود ده اتقلب دلوقتي عمال اقول يا ربي هو بسيط ولا تجريدي؟ لا ايه، مجرد من كل شيء، ونوعين فقط من الخشب. الظهر هذا الوجه خشب اللي يسموه الارز، والظهر السيسم اللي هو احد انواع الاخشاب المهمه للالات الموسيقيه، يصنع منك معظم الالات الموسيقيه الجيده. وشلت منه بعلاقتي مع الصناع من سنين طويله، اولا توصلنا الى قياسات دقيقه وثابته وعلميه حتى نربح، لانه قبل كان العود للغناء وللطرب بالفتره اللي صار فيها انقطاع، يعني من فتره زرياب وسقوط بغداد على يد هولاكو دمرت الموسيقى، وصار رجع العود على استحياء فيما بعد في الغناء وفي الطرب. حتى يرجع آلة كونسرت كان لازم ينصنع صناعة دقيقة جدا وفيها علم. أول شيء الصدف، يعني العود مو سجادة ولا طاولة، آلة موسيقية مستحيل يدخل فيها أشياء كلها تأثر على صوتها، كلها تسرق من وحدة الصوت طبعا. هذه فيزياء الموسيقى، يعني الفارابي يقول نصها فن ونصها رياضيات، حساب صحيح. فالفيزياء في تكوين الآلة لازم تخضع لعدم وجود أي شوائب، أي جسم يضاف للعود هو شوائب يعتبر، فينتقص من الصوت ويغير طعم الصوت. وطبعا اشتغلنا سنين هذا العود صناعة أهم صانع، يعني الشكل ده يخصك أنت مش هو، مو يخصني لا. أنت طالبه كده هو. لا الأستاذ الراحل الله يرحمه منير بشير عودة هكذا وجهه، بس في يسموه رباط بين ضلع وضلع تلاقيه مخطط. أنا هذا طلبت، أنه حسيت أنه هذا ممكن يكون يحجز وحدة الصوت، لأنه هذا الصندوق الصوتي والخشب ذراته حية متحركة، لذلك يصير بالرطوبة يتأذى العود بالحرارة. فمعنى هذا أنه هو كائن حي، كائن حي لازم تخليه بدون ما تضيف لأي مصدر آخر من الأخشاب تفصل وحدة الصوت بينه وبين بعض. هذا السبب اللي خليت العود بسيط جدا، واهتميت في الجوهر ما اهتميت في الشكل، خليت الشكل شكل احترافي بس العمل على الجوهر هو المهم، ماذا يخرج من هذا العود. يعني مش استرخاص يعني. لا بالعكس، هذا صعب جدا لأنه الربط في 21 ضلع في العود. بيناتهم من الضلع الأول في شيء اسمه رباط بين ضلع وضلع، هذا العود بدون رباط يصير أصعب في الصناعة. بس يتوحد الصوت بسرعة. أصل إحنا دايماً إيه متعودنا إنه اللي يبقى على قد حاله العود بتاعه يبقى فيهوش حاجة، واللي يبقى ربنا مديله العود. فعشان كده يعني مش بخل من نصير شمع ولا حاجة. بالعكس هذا العود يسوى ثروة والله. إيه طبعاً. ليه العود؟ هذا لو يدفعوا لي فيه مثلاً ملايين مستحيل أبيعه، لأنه هذا تربى على نفسي وتربى على شخصيتي ويشبهني. الآن أي عود لو مسكه ما يعطي نفس النتيجة، مستحيل. أنا فاكر أن أنت يعني غير العود مثل المرأة ما يحب ضرة بالمناسبة. لا والله أبدا. أبدا. لا بس يعني على السيرة، بتحب مين أكتر، مراتك ولا العود؟ هذا سؤال صعب. خلاص الإجابة ظهرت. لا الإجابة ظهرت، لأنه صعب أقارن. العود صار لمعي من مع أحلامي وأنا 5 سنين، ومن 11 سنة وأنا عمري وأعزف به، وبالحزن بالفرح بالغضب بالحب بكل الانفعالات كان هو الفاترينة اللي أطل منها أو الشرفة اللي أطل منها على العالم. المرأة شيء مهم وعظيم، وخصوصا من تكون مثقفة، من تكون عقل، ومن تكون روح وكيان جميل، هذا يصير يعني بعد أعمق للشخصية وينعكس في الموسيقى. دي زوجتك الشاعرة. أي. لينا الطيبي. نعم. شاعرة سورية. نعم. وإحنا تزوجنا بمصر، هي من لندن إجت لمصر، تزوجنا بمصر، وعدنا بنت اسمها ليل، عمرها صار 11 سنة ونص وتحكي مصري صرف ولا تحكي كلمة عراقي. ايه ده؟
يا ليل الصب ومتى غده، طلعت من هنا مع العيال اللي هنا وخلاص. ايه وليل يعني شخصيه ماخذه من هنا ومن هنا يعني. من يسالوها انت شو لهجتك مصريه، ابوك يحكي عراقي، امك تحكي سوري، شو هالخلطه هاي؟ تقول لهم انا نصي ده مصري، لا انا نصي ده سوري ونصي ده عراقي وقلبي مصري. يا حبيبي الله ربنا يخليها لك. الله يسلمك. خليني ارجع للعود تاني. انت العود مش بتستخدمه بس كلحن ونغم، انت بتعمل بيه مؤثرات صوتيه. في لحن ليك بتعمل على العود حاجه اشبه بسرينه الاسعاف. السرينه انتوا بتسموها في العراق ايه؟ صفاره الانذار. صفاره الانذار. نعم. انت بتقعد يعني تقعد تجرب كده في العود لا لما تكون عندي فكره اريد اعبر عنها وما اريد استخدم ادوات اخرى، اريد اوصل الفكره من خلال، لانه هي القدرات في الشخص المفروض يعني هي اداه، الاداه تخضع للمؤدي، فاذا كان المؤدي عنده قدره انه يستنطق ابعاد في الاله جديده راح يخرج صوت جديد. طب ممكن سمعنا صوت السرينه بس او صفاره الانذار بس يعني؟ هي كانت لما الاطفال يبدا المشهد، هي اسمها حدث في العامريه، تبدا الاطفال وهم يلعبوا هم امنين، لانه المكون هذا مخبأ تحت الارض المفروض يحميهم حتى من النووي، فيبدا بهالشكل. هاي الرومانسية والطفولة تبدي تلعب، بعدين يصير رقص. في ناس بتتهم نصير شمة ان هو بيحاول يبتدع حاجات في العود او انماط في العزف او في استغلال العود بس للابتداع، يعني لا تضيف للموسيقى ولا تضيف للحن، زي موضوع صفارة الانذار او السرينة دي مثلا. في ناس قالت معروف انه نصير شمة ابتدع حاجة اللي هو العزف بيد واحدة على العود، فيقول لك طب يعني هو، طب ما هو ربنا الحمد لله ما هو عنده ايدين يمين وشمال. في ناس ما عندهم، في ناس مقطوعة ايديهم بالحرب، عندنا مئات الالاف بدون بايد واحدة او بكف باقي وكف الثاني مقطوع او مقطوع ذراع بالكامل، وانا سويت هالواحد اصلا مقطوعة ايده. الطريقة اصلا قدمتها لصديق من اصدقائي. كان انقطعت ايده بحرب العراقية الايرانية، وكان على الاقل في 75,000 عراقي كان في هذيك الفترة عنده أوصال مقطعة، يا إيدي يا رجلة يا جزء منا بهالشكل. فهي من سويتها حاجة
وبنفس الوقت التكنيك والمهارات ليست سبة، هي بس للقادر، بس للشخص القادر عليها. أحيانا الناس ما تقدر على الشيء فتقول، إحنا عندنا مثل يقول اللي ما يلوح العنب يقول حامض. ما وظفت عمل لأجل الاستعراض، كل شيء سويته عنده قصة وعنده أبعاد. يعني أنت في لما 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 قعدت تعمل تقنية إن أنت تعزف على العود بإيد واحدة، وسويت طريقة، قال النسيبي زوج أختي مثلا عنده أصابع انضربت بالكيبل وبقى بس دول الاثنين، أوف، وعملت طريقة عزف بإصبع واحد اللي هو هذا اللي على العود وهذا يوقف وراء الزند. فأنا قريب من الناس، أي شيء أقدر أوظفه للناس حتى تتعلم أو حتى تعبر عن نفسها من خلال الموسيقى أشتغل عليه. طب معلش، إزاي واحد يعزف؟ ممكن توريني يعني بس التكنيك؟ إيه؟ عارف أنت مش بتقولي تكنيك، أنت تديني أمل يعني. هو لازم يعني الموسيقى تمنح أمل، لازم الموسيقى تمنح أمل. إذا ما تمنح بهجة وفرح وأمل وحب وتشع بنور بقلوب الناس، ما تكون موسيقى مهمة. صحيح. إذا إذا تغمضي المفروض ما تحسي إنه في إصبع واحد. ما فيش فرق. إذا أي واحد يدير وجهه المفروض ما يسمع إنه إلا خمسة أصابع تشتغل. يعني أنت الطبيعي إنه إنه أنت أنت بتحرك. هذا المفروض وهذا يتحرك. ف يعني الآن غمضوا، خلينا نسوي تجربة مثلاً. تحمل المستمع مزية انه انت تسوي، لا تخليه هو ريلاكس يسمع، بس الجهد انت اللي تبذله. نصير شام ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله، ايه ده؟ لا عفو. طب بايد واحدة خالص. ايد واحدة خليت فيها افكار كثيرة لما قدمتها. اول شيء قدمتها بعمل لأم كلثوم وفي مسرح الرشيد عام 86، بعد 3 شهور من بتر يد أحد أصدقائي، من إجا يبكي يسلم علي بالحفلة بإيده اليسار يصافحني وجاكيت فوق كتافه مغطي فاضي هذه الذراع، وقال لي راح الحرب سرقت حلمي مثل حلم آلاف وملايين. قلت له ولا يهمك، هاي إيدك الوحدة تعزف الحفلة الجاية. ورحت حسيت نفسي تورطت، أحاول أطلع صوت ما يطلع صوت من العود. ضليت تشتغل على الفكرة. أنا كنت أقدم شهرياً حفلة، وقفت، كنت عامل تقليد مثل تقليد أم كلثوم. وقفت 3 شهور إلى أن حسيت أنه صار ممكن أقدم شيء، فقلت خلي أقدم شيء والناس تحس فيه. فقلت لهم راح أعزف شغلة بإيد واحدة وأهديها لصديقي، وإذا حسيتوا اللحن وعرفتوه من الإيد الواحدة غنوه معي.
وكانت أنساك وغنوه، بعدين دخلتها بمؤلفات قصة حب شرقية اللي قدمت فيها أشياء كثيرة يعني مثل هذه مثلا. يعني أنت أول حاجة عزفتها بإيد واحدة أنساك، كانت أنساك ومسجلة سنة 86 في مسرح الرشيد في بغداد. بعدين سويت قصة حب شرقية اللي هي مساحة العود يلعبوا عليها اثنين عشاق، هذه وهذه، يصبح قصة حب هذه المساحة، هذا زند العود يصبح مساحة حب، العشاق يتبادلوا يعني. بيقول ايد واحده ما تسقفش، فطبعا ايد واحده ما تعزفش. انت عزفت عود وطبله مع بعض. لما واحد يعمل شيء خارق يحاولوا ينتقصوا منه في الشيء الخارق اللي سواه، كما يقول زويل يقول العالم انت ناجح يظلوا يتكالبوا عليك الى ان يفشلوك، وبرا يظلوا يتكالبوا الى ان يخلوك ناجح. صحيح بهالمعنى كلمته. فاحنا عندنا لما واحد يبدي جريء ويشتغل ويحاول ما يتركوه بحاله، لكنه يعني أنا متعود على هذا الشيء، متعود عمري كله أشتغل وتصير ضجة على كل شيء أسوي، بس بالأخير أنا أعمله في قلب حقيقي وصادق وما عندي خوف من أي شيء آخر. لا يعني أنا هقولك على حاجة، أنت بتضيف تكنيكات جديدة، و صحيح أن أنت بنتكلم في آلة، إنما ده لو طبقناه في حياتنا كلها، لو كل واحد أضاف حاجة صغيرة للحاجة اللي بيعملها، تقنية جديدة في الكمبيوتر، في الهندسة، في كل شيء، وعدنا في كل المجالات. يعني قصدي ده هو الإنسانية بتتقدم كده. والتصديقا لهذا الكلام، عملي طوال هذه السنين هو لعولمة العود، هو كيف يصبح هذه الآلة موجودة في كل أنحاء العالم وتدرس في مناهج أوروبا وفي كليات وجامعات أوروبا، وأنا ذاك رسالتي تتحقق حقيقية، تصبح واقع. لما أنجح في أن يصبح، إحنا الآن كل شيء حوالينا مستورد، لكنه ما عندنا إسهام حقيقي جديد إلا أبنائنا الناجحين برا، لكنه أدواتنا وثقافتنا ما عرفنا نصدرها. وهذا للعمل اللي أشتغل عليه واللي أحث عليه كل الشباب، إنه اللي عنده شيء مؤمن فيه ظل وراء مصر، لو 30 سنة راح يتحقق، بس يحتاج صبر. اللي ما يعرف يسامح ما يعرف يعيش حياة. كل أحلامي كانت برا السجن، كأني صرت واحد آخر. أنت سامح الجميع. التجربة دي تكسر. بس دخان أبيض من أغمض أشوفه تماماً. الحياة ما كلها ورود. أختك اتقتلت. حبيت أوقف هنا.